إسرائيل بدأت بالتحضير لتوجيه ضربة ثانية على العمق الإيراني. تفاصيل هذه المسألة تحدثت عنها القناة 13 العبرية بالإضافة إلى الأناضول التايمز أوف إسرائيل، والأمر مرتبط باجتماع كان قد عقد خلال 48 ساعة الماضية من قبل مجلس الوزراء الأمنية الإسرائيلي، الذي ناقش من خلاله عدد من الوزراء إمكانية توجيه ضربة ثانية على العمق الإيراني. لا بل إن بعض المصادر تحدثت بأن هذا القرار قد اتخذ وانتهى، وبأن إسرائيل متجهة أساسا لتوجيه هذه الضربة، وهذا يعود بسبب أن هذا المجلس يرى بأن الضربة الإسرائيلية الأخيرة على إيران هي كانت ردا على الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل في الأول من أكتوبر، وهذه المرة إسرائيل تريد الانتقام لمحاولة الاغتيال التي طالت بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مع زوجته في 19 من أكتوبر باستهداف بالطائرات المسيرة طال منزله في الداخل الإسرائيلي. 3 طائرات مسيرة، طائرتين أسقطت بالمنظومات الدفاعية، لكن الطائرة الأخيرة تمكنت من ضرب هدفها، وهذا الاستهداف جاء بعد يومين من تمكن إسرائيل من اغتيال يحيى السنوار. وأساسا إسرائيل اتهمت إيران بأنها خلف هذه المحاولة، أي بأن إيران أرسلت رسالة للسفارة الإيرانية الموجودة في بيروت كما تحدثت طبعا إسرائيل، وبأن هذه السفارة أرسلت الرسالة لحزب الله اللبناني وطلبت منهم أن يحققوا هذا الاستهداف ضد نتنياهو انتقاما ليحيى السنوار. وبالتالي إسرائيل توعدت آنذاك مباشرة بعد يوم من هذه الحادثة بأن تكون هنالك عواقب وخيمة ستتعرض لها إيران بسبب هذه العملية، وها نحن قد وصلنا على ما يبدو إلى هذا الهجوم في هذا التوقيت تحديدا الخطير للغاية. ولا بد من الانتباه بأن الضربة الإسرائيلية الأخيرة التي طالت إيران أطلقت عليها إسرائيل أيام الحساب، أي بأننا أمام أيام من الانتقام وليس يوم واحد كما حدث في الأيام القليلة الماضية من ضربة إسرائيلية محدودة بنقاط عسكرية موجودة في الداخل الإيراني. وهذه مشكلة بالنسبة لإيران تحديدا في هذا التوقيت، لأن الضربة الإسرائيلية الأخيرة ضربت أغلب المنظومات الرادارية الموجودة التي توفر الإنذار المبكر لإيران في حالة أي خرق جوي طال العمق الإيراني بطائرات مسيرة، طائرات حربية، أو حتى بالصواريخ البالستية. وجاءت صور جديدة وحديثة من الأقمار الصناعية وضحت بأننا أمام رادار آخر يأتي إلى جنوب غرب إيران باتجاه الأحواز تحديدا، هو قريب من الحدود العراقية إلى شمال الأحواز على مسافة 15 كيلومترا تقريبا، وهذا هو الرادار الذي ظهر بالأقمار الصناعية، وهو فعلا كان قد استهدف. وتلاحظ هذا الرادار هنا صورة قبل لنفس هذه المنطقة ونفس هذا الرادار، ولاحظ كيف اللون يتغير أشبه بالظل يصبح موجودا على هذا المبنى وهذا الرادار. لاحظ التغير هنا، وهذا يوضح بأن هنالك ضربة فعلا قد طالت هذا الرادار، صورة أوضح من قمر صناعي آخر لنفس هذه المنطقة. لاحظ قبل ولاحظ بعد، التغير هنا باللون هو الذي يوضح لك أن هذه النقطة قد اشتعلت وقد ضربت من قبل الأجانب الإسرائيلي، وبأن هذا الرادار لم يعد يعمل فعلا بسبب هذه الضربة التي نتحدث عنها. كذلك أن جيروزلم بوست كانت قد نقلت بأن إسرائيل أساسا قبل أن تبدأ بهجومها عطلت الرادارات كما تلاحظون هنا، ومن مصادر إيرانية نقلت أن الرادارات في أنظمة الدفاع الإيرانية تعرضت للاختراق وتجمدت شاشاتها، مما يوضح بأننا كنا أمام هجوم سبراني، وكذلك أيضا في نفس الوقت هجوم بالصواريخ وبالطائرات وبالF-35 والF-15 والF-16 ركزت على هذه المنظومات التي نتحدث عنها. وهنا المشكلة بالنسبة لإيران تحديدا في هذا الوقت، إسرائيل ضربت أغلب البطاريات والمنظومات الدفاعية المهمة التي تحمي طهران تحديدا من جنوب غرب طهران، عطلتها تماما. وأغلب المسؤولين أساسا الإيرانيين معروف تماما بأنهم متواجدين في طهران، وها هي إسرائيل الآن تتحدث بأنها تريد الانتقام لمحاولة الاغتيال التي طالت بنيامين نتنياهو، أي أن الشخص يجب أن يساوي بنيامين نتنياهو في المنصب أو حتى أعلى من تاريخ إسرائيل ومعرفة إسرائيل كيف تنتقم، معروفة المسألة تماما. وإسرائيل أساسا ذكرت من خلال هذه التفاصيل والمصادر بأن طبيعة الانتقام الذي تبحث عنه سيكون مختلفا عن الضربات التي شهدناها مؤخرا من قبل إسرائيل على إيران وكما نتحدث الآن. وهذه طبعا مشكلة حقيقية، لأن الأجواء الآن أصبحت متاحة مع ضرب كل المنظومات الرادارية، إن كانت في عيلام وإن كانت في خوزستان
أو إلى شمال الأحواز التي نتحدث عنها الآن، أو كل ما هو متجه باتجاه طبعا طهران. هذه كلها ضربت، وهذه أصبحت طبعا وجعلت الطائرات الإسرائيلية قادرة على التحليق والوصول إلى طهران التي نتحدث عنها، أو حتى الطائرات المسيرة لتحلق ولتضرب أي مسؤول محتمل ردا على الاستهداف الذي طال بنيامين نتنياهو. وفي حالة أن إيران حاولت على سبيل المثال الرد على إسرائيل بسبب الهجوم الأول أو الهجوم الثاني المحتمل من قبل إسرائيل، فإن إسرائيل ببساطة وضحت تماما لإيران بأن هذه الرادارات قد تعطلت، وهي لا تحمي فقط طهران بل هي تحمي منشآت مهمة للغاية، منشآت النفطية أو حتى المنشآت النووية، وهذه أهداف محتملة بالنسبة للجانب الإسرائيلي. وخاصة أن ما هو مثير للجدل هنا، اتضح بأن إسرائيل استهدفت فعلا المنشآت النفطية، ولكن بطريقة ترسل رسالة من خلالها لإيران بأن المرة الثانية ستكون كبيرة وكبيرة للغاية. فالضربة الأخيرة الإسرائيلية على إيران، نعم استهدفت المنشآت النفطية الموجودة إلى جنوب غرب إيران، الأمر أصبح واضحا من خلال منشأة آبادان التي تأتي ملاصقة تماما للحدود العراقية. هذه المنشأة النفطية التي ترونها أمامكم، وتحديدا الخزانات الثلاثة التي سنقترب منها، إسرائيل كانت قد استهدفتها في ليلة الضربات الأولى الرسمية من قبل إسرائيل على إيران. وهذه الصورة بالضبط اليوم جاءت صور محدثة للأقمار الصناعية توضح لك، لاحظ هنا قبل هذه هي الخزانات وهنا بعد، لاحظ الضربة التي جاءت من قبل الجانب الإسرائيلي. دعونا نقترب من هذه الخزانات لنتأكد مرة أخرى، وترى هنا قبل وهنا بعد. وما هو مثير للانتباه هنا بأن هذه الخزانات لم تنفجر كما هو معروف، وكما هو من المفترض خزانات الوقود من المفترض أن تشتعل تؤثر على الخزانات الأخرى على سبيل المثال، رغم أن هنالك مسافة أمان بين هذه الخزانات. لكن نلاحظ هنا بأن الأسطح الخاصة بهذه الخزانات مقارنة بهذه الخزانات مختلفة تماما، هذه أسطح عائمة، بمعنى آخر إن كانت مليئة بالوقود فإن الأسطح سترتفع، وإن كانت فارغة وليس هنالك أي وقود فإنها ستكون منخفضة، مثل ما هو واضح تماما من آخر صورة من صور الأقمار الصناعية موجودة لهذه المنشأة. وهذا يوضح بأن إسرائيل جاءت وبحذر وبدقة عالية راقبت كل الخزانات الموجودة وشاهدت ولاحظت بأن هذه الخزانات فارغة تماما وليس هنالك وقودا فيها، وعلى هذا الأساس قامت باستهدافها بشكل مباشر لإعطاء رسالة كما تحدثنا للجانب الإيراني بأن المرة الثانية إن قمت بالرد علينا فإن منشآت مليئة بالوقود ستدمر. ومنشأة آبادان نتحدث عن واحدة من أكبر المنشآت النفطية ومنشآت الوقود الخاصة طبعا بالجانب الإيراني، كذلك الرسالة قد توجهت لإيران على المستوى النووي أيضا. الضربة التي جاءت باتجاه بارجين إلى جنوب شرق طهران، هذه المنطقة التي تعتبر مستودعات، في بادئ الأمر تم الحديث بأنها خاصة بالصواريخ البالستية وتحديدا هذه النقطة المحمية للغاية بالتضاريس الجبلية، لكن اتضح بأن القصة مختلفة. هذه المنشأة طبعا ضربتها إسرائيل بهذه الطريقة، لاحظ بأنها قد دمرت بالتمام والكمال، وهذه المنشأة كما تحدثنا هي محمية بالتضاريس، وأيضا أن هنالك منشآت ملحقة فيها كما تلاحظون هي أيضا محمية بالجبال والمرتفعات من أي صاروخ من الممكن أن يكون قادما باتجاهها، مما يوضح لك أهمية هذه المنشآت مقارنة بالمنشآت الأخرى أساسا التي استهدفتها إسرائيل بشكل عام. والمثير أن معهد FDD كان قد أشار بأن هذه أساسا كانت نقطة ومنشآت تستخدمها إيران سابقا للتجارب النووية والاختبارات العسكرية النووية مع تقدمها النووي خلال السنوات الماضية، وقد تغير موقعها وموقع هذه المسألة، حول إيران هذه القضية إلى منطقة أخرى أو موقع آخر من أجل أن تكون هنالك سرية أعلى، وقامت إسرائيل بضرب هذا المبنى تحديدا لإرسال رسالة بأن الضربة الأخرى أو الضربة القادمة ستكون باتجاه المفاعلات النووية بشكل مباشر. والمشكلة الكبيرة هنا بأن إيران عادت لترسل أيضا تهديدات بعد كل التهديدات من الحرس الثوري الإيراني، من قائد الحرس الثوري الإيراني، من المرشد الأعلى، من الرئيس الإيراني، من وزير الخارجية، من وزارة الخارجية. جاء محمد رضا نقدي وهو نائب منسق الحرس الثوري الإيراني، قال ستكون هنالك ضربات ساحقة جديدة ضد إسرائيل. هذا التصريح كان قد ظهر اليوم، وبعد كل هذه التصريحات الإيرانية طبعا الولايات المتحدة الأمريكية ببساطة أرسلت رسالة لإيران حذرتها من عواقب وخيمة في حالة
قامت بالرد على إسرائيل أو ضرب إسرائيل. وتبدو مؤشرات الضربة الإسرائيلية أو ردة الفعل الإيرانية حاضرة من خلال الحراك العسكري الأمريكي وتحديدا لحاملة الطائرات العملاقة USS إبراهام لينكولن، حيث أن حاملة الطائرات العملاقة معروف بأن آخر تسجيل لها كانت موجودة أساسا هنا في بحر العرب كما تلاحظون، وهذه هي إيران الآن في التحديثات الجديدة وتحديدا من تحليق الطائرات الموجودة في الفلايت ريدار 24. أوضحت بأن حاملة الطائرات USS إبراهام لينكولن الآن تحركت مع كل هذه التطورات العسكرية إلى خليج عمان وأصبحت متمركزة هنا في خليج عمان باتجاه إيران. وهذه الصور كانت واضحة من خلال الفلايت ريدار 24 الذي أوضح من خلال التسجيلات طائرات تابعة لـ USS إبراهام لينكولن وهي تحلق هنا في خليج عمان، وهذا هو الذي جعل عددا من المصادر المتخصصة في هذه التحركات تحديدا كما تلاحظون أوضحت بأن حاملة الطائرات فعلا الآن أصبحت موجودة هنا في هذه المنطقة دون أي إعلان رسمي، ويعني أنها اقتربت من الحدود مع إيران، ويوضح لك بأن التصعيد مستمر ولم ينتهي عند الضربة الإسرائيلية على العمق الإيراني. ليس هذا فحسب، بل أن طائرات KC-46 أو KC-135 من طائرات تزويد الوقود تمت ملاحظة 4 طائرات من هذه الطائرات فوق الخليج العربي وهي تحلق بشكل مكثف، يعني أن هنالك طائرات للاستخبار الإلكتروني تجمع المعلومات، طائرات حربية تستعد وتستنفر في حالة كانت هنالك ضربة إسرائيلية ردة فعل إيرانية إن كان على الهجوم الأول أو الهجوم الثاني المحتمل من قبل الجانب الإسرائيلي. وظهرت كذلك أيضا طائرة الاستخبار الإلكتروني المعروفة وهي تحلق فوق الخليج العربي باتجاه شيراز هنا باتجاه المنشآت النفطية أيضا ومنشأة أبدان التي نتحدث عنها، وهي طائرة RC-135 ريفت جوينت المعروفة بجمعها للمعلومات. بالتالي الولايات المتحدة تراقب كل صغيرة وكبيرة في الداخل الإيراني مع كل هذا التصعيد. بالتالي البعض كان يرى بأن إيران سترد على إسرائيل وهذا ممكن فعلا، ولكن الآن إسرائيل بدأت تتحدث بأنها تريد أن توجه ضربة ثانية على العمق الإيراني.